السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم جميعا؟ إن شاء الله بلهيتكم تكونوا بخير. هكمل معاكم أنا رنا زميلتكم في الجامعة الهاشمية شرح مادة البوليسي، تمام؟ للأسف الشديد إني كنت عاملة مسجل، والحمد لله خلصت جزئية كبيرة من المحاضرة، لكن طلع ما بي مش عامل ريكورد. بشرح لحالي. أوكي. مش مشكلة. رح نرجع نعيد مرة ثانية. حكينا جماعة أنه في عندي أنا هيلثي. حكينا في المحاضرة، أسفة نسولي هذا الانترودكشن، هذا اللي حكيته انترو، هذا اللي حكيته شنو. حاليا اليوم إن شاء الله حبلش بتشابتر جديد، هو تشابتر رقم تشابتر رقم 3 من شباتر الدكتورة، محاضر رقم 4 من محاضرات الدكتورة. الشغلة اللي بدي أحكيها طلاب وريد، يس وريد زين، وريد حابة أحكي لكم إنه مبارك اسم دفعتكم الجديدة. اليوم عرفت إنه لكم اسم دفعة مبارك واسمكم لطيف. طول عمري يا جماعة حابة أحكي لكم شغلة كثير مهمة، إنه بالنسبة لي إن أنا بتأخر بتنزيل المحاضرات هذا لأنه في عندي عن جد أسباب، دائما بتحكي الغايب عذر معه، بس هذا لا يعني إنه راح يجي امتحان الفيرست وأنا مش ملحق الدكتورة أبدا، راح أكون سابق الدكتورة إن شاء الله، تمام؟ لكن بنمشي خطوة خطوة، أوكي؟ ومثل ما بتعرفوا دائما إشي كثير بسمعها إشي المرتب بياخذ وقت، أوكي؟ تمام يلا. هناخد نحن هيلث ترانزيشن اليوم ان شاء الله، حناخذ الهيلث ترانزيشن، هو تشابتر رقم 3 من الشباتر المهمه. يعني بهذا التشابتر مش راح احكي لكم اعملوا سكيب عن اي شيء، كل شيء مهم، اوكي؟ ويعني ما راح نقدر نعمل سكيب، سكيب معناها تخطي، فنحن مش راح نقدر نعمل او نستبعد اي سلايد من هاي السلايدات. تمام؟ حناخذ الهيلث ترانزيشن، حناخذ الهيلث ترانزيشن. لو سالتكم سؤال، اي طالب منكم سالته، اي طالب من دفعه وريد سالته، حكيت له انت قبل سنتين نفسك حاليا انت بتشبه حالك، هيحكي لي لا في كثير تغيرات صارت. شو هي التغيرات اللي صارت؟ طيب لو سالت حدا ثاني، انت من عمر السنه، بعدين لما صرت عمر ال 10 سنين، وبعدين حاليا بعمر ال 18 سنه وبعضكم 17 المفروض، لحتى صرت عمر ال 18 سنه، ما بعرف 19 ولا المهم، وصرتوا ب 18 سنه حاليا، عمركم 18 سنه، في هاي الفترات الثلاث، على هاي المراحل الثلاث، على هاي الفيز الثلاث، على هاي المراحل الثلاث، على هاي الفيز الثلاث، هل انت بتشبه حالك؟ هتحكي لي لا انا ما بشبه حالي. ليه؟ لانه صارت في مجموعه من التغيرات. من اهم هاي التغيرات انه نحن صار في عندنا جروث فاكتور اللي هي او جروث هرمون، عوامل النمو، تمام؟ صارت عندي الثايرويد جلاند، الغده، صارت تفرز لي هرمونات تحفزني على النمو، فانا من عمر سنه كبرت، صرت عمري 10 سنين والى اخره. صار في عندي عوامل خارجيه انه في عندي غذاء، في عندي شغلات كثيره، صح؟ ففعليا نحن ما بنشبه حالنا على طول هاي المراحل، في عندي تغيرات، تمام؟ نحن كهيومن كانسان بنمر بهاي التغيرات، فما بالكم الهيلثي الصحه، وهي شيء دائما نحن قاعدين بنطور منه، دائما بنطور منه. هل هذا التطور من الصحه، هل هذا التطور في الادويه، هل هذا التطور في الرعايه الصحيه ما جاب نتيجه؟ طبعا جاب نتيجه، طبعا جاب نتيجه، فخلى الصحه تمر بعده من مراحل، عده مراحل. هاي المراحل هي اللي رح ندرسها اليوم تحت مفهوم هيلث ترانزيشن. انا قبل شوي حكيت لكم نحن كبشر حتى مرينا بهاي المراحل، حتى تغيرنا، حتى كبرنا من عمر السنه لعمر ال 18 لعمر ال 20 لعمر عمر ال 10 لعمر ال 18، مرينا بعوامل. لما حكيت لكم هاي العوامل حكيت لكم الثايرويد جلاند، الغده المسؤوله عن هرمون فاكتور اللي هي الهرمون جروث هرمون، عوامل النمو او هرمونات النمو. حكيت لكم شيء او استخدمت هذا المصطلح، نفس الشيء بالهيلث ترانزيشن، حتى اعبر عن هيلث ترانزيشن، حتى اعرف مسببات الهيلث ترانزيشن، لابد اني اعرف مفاهيم، لابد اني اعرف مصطلحات. هاي المصطلحات حتساعدني كثير بفهم الهيلث ترانزيشن. من اهم هاي المصطلحات هي مصطلح الديموغرافي، مصطلح الديموغرافي، اي شيء اخضر هو من التصوير القديم، هستخدم اللون النهدي، تمام؟ اول مصطلح هو الديموغرافي، المصطلح الثاني اللي هو الايج كومبوزيشن اور ستراكشر، ايج كومبوزيشن اور ستراكشر الثاني يعني ايج كومبوزيشن او ايج ستراكشر، الثالث هو السيك كومبوزيشن. بدياكم تركزوا معي، خلينا نفهم. انا عندي ثلاث مصطلحات، واحد اثنين
ثلاثة، هاي المصطلحات حتى أفهم، حتى أفهم الهيلث ترانزيشن لابد إني أفهمها بالأول، تمام؟ من أهم هاي المصطلحات هو الديميغرافي. بدي إياكم تفهموا لي إنه الديميغرافي، هسه عيدوا معي كلمة ديميغرافي، 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 ديميغرافي. طبعا هي كلمة إنجليزية جاية من كلمات يونانية ديموغرافي، تمام؟ المهم ديميغرافي هي عبارة عن علم أو عبارة عن استدي. هذا الاستدي بدرس لي statistical، statistical، حطوا لي فوق كلمة statistical إحصائيات of the human population. فالديميغرافي هو عبارة عن إحصائية مش أكتر. بروح على الأردن بحكوا لي طلعي لي عدد سكان الأردن المتعلمين، طلعي لي عدد سكان الأردن الغير متعلمين، عدد سكان الأردن الأطفال اللي تحت 15، عدد سكان الأردن كبار السن فوق 65. فهذا هو الديميغرافي، هذا هو الديميغرافي، هو عبارة عن دراسة. هاي الدراسة تدرس لي statistical إحصائيا الهيومن بوبيوليشن، كثافة السكان. فما المقصود بالديميغرافي؟ هايلايت كلر حلا أخضر بينك لأنكم حلوين يا وريد. فأنا في عندي شو؟ عندي ديميغرافي. فالديميغرافي هو عبارة عن statistical study of the human population. statistical study of the human population. لو أعطيتكم سؤال قلت لكم أي تعريف من هدول أنسب تعريف للديميغرافي؟ أولا number، numberance study of the human population هي دراسة بتدرس العدد population، أو statistical study of the human population. لا مش عدد، هي statistical. طب رنا، طب هي من النهاية حتدرس لي عدد؟ لا لا يا سطورين، هي حتدرس لي عدد صح، بس عدد مشروط. عدد شو؟ عدد مشروط. ايش يعني مشروط؟ يعني لو جيت حكيت لكم انا، هل انا بشبهكم؟ يعني انا كطالب الطب بشبهكم انتم كطلاب طب؟ حتقول لي اه نحن مشتركين، نحن بالجامعة الهاشمية. حكيت لكم نو، انا من سنة انتم من سنة. فلما بتيجي الديميغرافي بحكي لي اعطيني عدد طلاب الطب في الجامعه الهاشميه اللي من السنه الاولى. لاحظوا انه مشروط، هو ما حكى لي عدد طلاب الطب. وانا بحكي لكم يعني هذا مش ديموغرافي، نو نو نو. فالديموغرافي ستاتستيكال احصائيه. طب شو الفرق بين الاحصائيه وعدد؟ الاحصائيه بيكون فيها داتا، بيكون فيها ايش؟ سنسز داتا، بيكون فيها ايش؟ سنسز داتا. طب انا شو يعني سنسز داتا؟ هي عبارة عن information، اكتبوا لي اياها بالله النوت هاد، information of the human population، of the human population. هاي الانفورميشن انا بحصل عليها من الجوفرمنت، من الحكومة، تمام؟ اوكي. فاذا الديميغرافي statistical study of the human population. شو يعني شو بتستخدم؟ حتى انا اوصل للمراد تبعي، اللي كمان شوي حنحكي هذا المراد شو هو. شو بنستخدم؟ نستخدم census data, survives and statistical models. statistical models، تمام؟ نماذج إحصائية اللي هي كان بودي أفرجيكم إياها، بس هي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن مخططات وأهرام ومثلثات، أنتوا بتعرفوا هاي اللي بس أدخل الرقم فجأة بيطلع لي برامج، برامج تطبيقات على اللابتوب، تمام؟ تمام. شو يعني ديميغرافي؟ محدش يلخبط. طب عيدوا معي كلمة ديميغرافي، ديميغرافي. شو؟ عيدوا كمان مرة، ديميغرافي. كمان مرة، خلص ديميغرافي. شو يعني ديميغرافي؟ statistical study of the human population. نقطة. شو بتستخدم؟ census data, survives, statistical model. طب ليه؟ شو المراد تبعي؟ analyzes the size، حجم، movement and structure of the population. رنا شوي شوي دقيقة، والله صعبتي الأمور علينا. أنا صعبت الأمور عليكم؟ أنا صعبتها؟ لا ما صعبت، سهلتيها. خلاص ماشي. Analysis تحليل، size حجم. طب شو يعني حجم؟ حجم معناها كثافة، population قديش في سكان. movement حركة. شو يعني movement؟ كمان شوي رح أوضح لكم إياها أكثر. movement حركة، هل هاي الدولة قاعدة بتتحرك، تتحرك نحو إنها تكون شباب أكتر من الأطفال؟ هل هاي الدولة بتتحرك إنها تكون شيوخ أكتر من الـ الأطفال وإلى آخره؟
structural of the population. رناه شو يعني structural of the population؟ طبعا انتوا هيك الحمد لله 2003 تسألون زي كانكم تقتلون، تمام؟ يعني تهديداتكم ما اكثرها. structural of the population، رناه شو معنى structural of the structural of the population يا طلاب؟ معناها تركيبة البوبيوشن. كمان شوي رح احكي لكم انه في عندي ثلاث او في عندي سوري اثنين او تركيبين للبوبيوشن، واحد اسمه A composition والثاني اسمه C composition. الـ A composition بنفرعه لثلاث جروبس والـ C composition بنفرعه لجروبين. صعبت عليكم؟ يلا حطوا لي هون هيك اكتبوا لي structure قسمين A composition و C composition. مش عارفين نكتبها؟ هيا A composition C composition. حطوا لي عند A composition ثلاث أفرع، حطوا لي عند C composition فرعين. رح نعبيهم كمان شوي بس نخلص. The composition of the particular human population. خلينا ناخذ A composition or structure. شو يعني A composition or structure؟ A composition أو structure معناها الهيكل العمري. لما بدي اجي اقسم الاردن كيف بدي اقسمه؟ بحكي او نحن بالعربي كيف نستخدم بالاحياء؟ كيف كنا بنحكي؟ اطفال شباب شيوخ، اطفال شباب شيوخ، نفس الحكي نفس الحكي، ما في شيء جديد. فالاي كومبوزيشن شو بيعمل لي؟ ركزوا معي والله بالشغله هاي اللي حاحكيها. إن شاء الله ما يعمل تأخير بالشو اسمه بالريكورد، يعني مثل ما مرة عمل. ركزوا معي هون بالرقم هسه. بيجي في عندي الـ A composition أو A structure، بيجي بعمل لي جدول كالتالي. خلص بيجي بعمل لي جدول كالتالي. هذا الجدول مثل هيك وبقسم لي اياهم لثلاث شغلات وهيكم بحكي لي انا رح اعطيكي ثلاث جروبات. الجروب الاول سكان اعمارهم اقل من 15 سنة، اشخاص اعمارهم من 15 لا 59، والجروب الثالث أشخاص أعمارهم أكبر من 59 يعني 60 فما فوق. تمام؟ بطلب مني هذا الايك كومبوزيشن بروح بيعمل بالأردن، بيجي على الأردن، أردن عدد سكانها 10 مليون، 10 مليون. بيجي بيحكي قديش عدد الأطفال اللي أعمارهم أقل من 15 من هدول ال 10 مليون وبحطهم. على فرض كانوا 2 مليون، على فرض كانوا 2 مليون بحطهم. قديش الأشخاص اللي كان عمرهم من 15 ل 59 وبحطهم، كانوا تقريبا 8 مليون أو لا مش 80 7 وشوي 7 مليون. قديش الأشخاص اللي كانوا أكبر من 60؟ طبعا نحن للأسف الشديد من الأردن نتميز بأنه كبار السن عددهم قليل جدا عنا، بيموتوا مبكر. كمان شوي بنعرف ليش بالتفصيل. عاد فرض عددهم 1 مليون، تمام؟ هاد الجدول اللي احنا عملناه هو عبارة عن الايج ستراكشر. هو عبارة عن شو؟ عن الايج ستراكشر. كيف عبارة عن الايج ستراكشر؟ نحن مثلنا الايج ستراكشر بجدول. كيف هذا الاشي؟ خلينا نتعرف على هذا الاشي هون. ايج ستراكشر of the population revere يشير number
عدد الـ of the people الناس in the different age groups قديش كان عددهم بـ الجروب تبع الأقل من 15، هذا عبارة عن egg composition. قديش كان عدد، فهذا الجدول هو عبارة عن egg structure، عدد السكان في كل age groups، عدد السكان في different age groups. تمام؟ تمام. بدي اياكم تعرفوا بناء على الايج ستراكشر قسمنا الجروبس او قسمنا الايج جروبس الى ثلاث اقسام، الى 3 تايب. التايب الاول هون، هون ارجعوا لي اكتبوا لي اياهم هون هذول. التايب الاول، التايب الاول هو عباره عن children. التايب الاول children. التايب الثاني younger people. younger people. young. تمام؟ young. او بين قوسين working population. اكتبوا لي يا مدون. اول شيء children، اثنين working population، ثلاثه old population او old، بس كلمه old. تمام؟ فنحن بناء على الايج ستراكشر قسمناهم الى ثلاث جروبات. هاي الجروبات، واحد لاعمارهم تحت ال 15، اثنين لاعمارهم من 15 ل 59، ثلاثه لاعمارهم فوق ال 60. طيب طيب كيف هاي صارت التقسيمات او كيف صار هذا الحكي او الى ماذا يشير كل عدد كل شيء؟ يعني لو فرض انا اجيت على الاردن، لقيت انه لقيت انه لقيت انه اللي الجروب اللي عدد الاشخاص فياته من 15 ل 19 كبير، الى ماذا يشير هذا؟ لشو هذا الشيء بيشير؟ بحكي لك in a large size of the population in the age groups من 15 ل 59 يشير انه في عندي large working population. ومش شيء جديد عليكم، انا حكيت لكم اياه في المحاضرات السابقه، حكيت لكم عند سلايد ديبندس ريشيو اللي هي الريشيو النسبه المعتمده بمصروفها على غيرها. حكيت لكم انه في عندنا اطفال اللي تحت عمر ال 15، كبار السن اللي فوق عمر الستين، مالهم هدول؟ هدول معتمدين. طيب حكينا إذا زادت نسبتهم شو بصير؟ بصير في عندي زيادة عبء على الدولة، صح؟ صح. ورجعنا عدنا ورح نعيده كمان هون. بحكي لي بالملاحظة الأولى large size of the population، كل ما زادت حجم الـ population هذا بيعني من الفئة العمرية من 15 ل 59، هذا بيعني أو بيشير إنه في عندي large working population. large work فئة عاملة مش تشتغل، تعتمد على غيرها بالشغل. لكن إذا كان عدد الشيلدرن، شايفين الشيلدرن أكبر، إذا كان عدد الشيلدرن، وانتبهوا لي من الأسهم هاي، يعني فجأة حدا بتلاقي سهم طالع لفوق ببلش بعرفش يحل، لا سهم لفوق معناها زيادة نسبة أو زيادة في العدد، سهم لتحت معناها أقل. تمام؟ يعني نفس المعك، نفس الكلمة، رموز تشير إلى كلمات. إذا كانت number of the children in the population high، عالية، هذا الإشي بيشير إنه الـ dependence ratio high، الـ dependence ratio عالية. نفس الإشي إذا كان في عندي 60 أشخاص population فياتها، فئة سكانية فياتها الـ age groups من 60 وفوق كبيرة، فهذا الإشي بشير إنه في عندي high dependence ratio. إضافي إلى في عندي فئة سكانية تعتمد أو تحتاج إلى رعاية خاصة. رعاية خاصة، شو هي الرعاية؟ الأشخاص من عمر الستين وفوق مالهم؟ بحاجة لسماعات أذن لأنه بفقدوا السمع، بحاجة إلى كريمات، هاي الكريمات ملينة للمفاصل وإلى آخره، بحاجة إلى عكازات هاي الطبية اللي بمشوا عليها، بحاجة إلى كراسي متحركة، بحاجة إلى كثير شغلات، بحاجة إلى النظارات، بحاجة إلى كثير شغلات. هاي الشغلات كلهيتها هي عبارة عن كير، هي عبارة عن رعاية. تمام؟ هي عبارة عن شو؟ هي عبارة عن رعاية صحية. فهدول كل ما زادت نسبتهم الأشخاص، الله يطول لنا بعمرهم جميعا ويجعل النسبة يا الله تزيد لأنهم بركة. تمام؟ فكل ما زادت نسبة كبار السن عنا نحن، بتزيد شو؟ بتزيد نسبة الأشخاص المعتمدين على الرعاية الصحية. هذا الإشي بسميه أو بيشير إنه الـ expenditure on the care increase. تمام؟ تمام؟
بدنا نعرف انه في عندي 3 جروبس ايج جروب، في عندي 3 ايج جروب. الاول اللي هم الوركينج جروب اللي هم من 15 ل 50، ثاني الشيلدرن هم الديبندس ريشو، وبعدين ال60 اللي بدهم كير، بدهم رعايه خاصه. لاحظ انه هذا التايب اوف ذا ستراكشر اللي حكينا عنه، هذا التايب اوف ذا ستراكشر then the type of this egg structure has a direct effect on the future of the national. عنده تأثير مباشر، تأثير مباشر على مستقبل الناشونال. صحيح قبل ما أكمل حكيت لكم طلعوا لي الفرق بين اللهم صل على سيدنا محمد ال illnesses وال disease. يعني ما شاء الله عليكم، يعني دفعة وريد شطورين. إن شاء الله بالبوست، إذا نزلت بوست حنزل الفرق بيناتهم. تمام صحيح، هنا كل الأسئلة كل الإجابات كانت صحيح، الفرق بين الإنسز والديسيز صحيحة. The type of the egg structure، نكمل. The type of the egg structure، نوعية الجروبس، نوعية الإيج ستراكشر إلها تأثير مباشر على مستقبل الأمة. طبعا طبعا طبعا، قبل شوي حكيت لكم إنه كل ما زادت نسبة الأطفال والشيوخ هذا الشيء بيزيد العبء على الدولة، فبالتالي المصاري ايكونوميك. تمام نكمل هون. Both extremely. كيف؟ أعطينا مثال. Old egg dependence as well as young egg dependence approves to the be severe burden of economic of the country. نفس الحكي اللي حكيته، عبء اقتصادي على الدولة. هون في ملاحظة حابكم تنتبهوا عليها. كنا زمان هون، سوري هون، أو بسلايد تبع dependence ratio. Dependence ratio. تمام؟ لما بحكي dependence ratio قصدي فيها dependence ratio تبعت الأطفال، يعني هي نسبة الأشخاص المعتمدين، كل من الشيلدرن وكل من الأولد، كل من الشيلدرن وكل من الأولد. لما أجيب كلمة، لما أحط سؤال، وهذا الإشي راح أجيب لكم إياه إن شاء الله إذا كتبت أسئلة، dependence ratio، dependence ratio تشير لحالها، تشير إلى الأطفال والشيوخ. تمام؟ الأطفال والشيوخ. لكن لما احكي لك بعباره صريحه، اولد ايج ديبندس، الفئه المعتمده لكنها من الاولد، لا احكي لي الشغلات اللي بتخص الاولد بس، احكي لي الشغلات اللي بتخص الاولد بس. شو الشغلات اللي بتخص الاولد؟ هي الكير، بحاجه لرعايه. لما احكي يونج ايج ديبندس، اليونج هم الاطفال، احكي لي الشغلات اللي بتخص الاطفال، منهم تعليم وفاكسين والى اخره. تمام، بدي اياكم تاخذوا معلومه قبل ما ابلش بالشيء الثاني، ابعد عشان ما تقرأوا معلومه صغيره. بناء على الهيلث ترانزيشن اللي هي عنوان محاضرتنا، بناء على الهيلث ترانزيشن هو عنوان محاضرتنا، قسمنا الدول الى نوعين، قسمنا الدول الى نوعين. النوع الاول اسمه developed country، والنوع الثاني developing country. developed بالاي دي وdeveloping بالاي ان جي. developed country هي الدول المتقدمه والمتطوره، developing country هي الدول الناميه التي لم تصل الى مرحله حتى تكون فيها متحضره، او مش ما وصلت لمرحله الويسترنز انه توصل لمرحله المجتمع الغربي. تمام developed country مثل ما حكينا مين هم؟ الدول المتطورة والمتقدمة. ركزوا لي بهذا الكلام هون، لأنه فعلا أساس محاضرتنا لليوم، أساس محاضرتنا للجاية هي الأساس. young population، الفئة اليونج اللي هم مين؟ هم الأقل من 15 سنة. حكيت لكم فوق أنه في عنا 3 egg composition أو 3 type of the egg أو 3 egg structure. واحد young، اثنين middle، ثلاثة old. young population هم أقل من 15 سنة. إذا كانت، نرجع على جدولنا، إذا كانت نسبتهم كثيرة، نسبتهم كثيرة، هذا الإشي بعين إنه dependence ratio كثيرة. طب وين بدي أشوفهم؟ هذا الإشي وين بدي أشوفه؟ وين أكثر مكان بأشوفه فيه؟ في أي دول؟ developing ولا developed؟ بأشوفه بالdeveloped، بالdeveloping country، بالING. تمام؟ هنا ING،
بأشوفه بالاي ان جي developing country. يعني اذا كان في عندي young population هذا بيعني high dependence ratio، هذا بيعني انه وين بدي اشوفه؟ developing country. الاطفال اللي اقل من 15 وين بنشوفهم؟ بالdeveloping country، موجودين بنسبه قليله. This is developed country، موجودين بنسبه قليله بالدول المتقدمه. الميدل ايج جروبس اللي هم من 15 ل 45، بروتكتيف ايج جروبس اللي هم الجهه العامله، طبعا هم موجودين بكلا من الديفلوبد والديفلوبينج. الاولد هم او الايجنج، حطوا لي اياها، ايجنج معناها اولد، يعني نفس المعنى. يعني اذا جبنا ايجنج او اولد هي نفس الشيء. اذا شفتهم كثير هذا الشيء بيعني انه في كير كثير، حكيناها فوق، هذا بيشعر انه بدهم كير او بدهم رعايه اكثر. طب وين ممكن اشوفه؟ اشوفه بالديفلوبد الدول المتقدمه. ليه رانا بنشوفه بالديفلوبد الدول المتقدمه؟ انا بحكي الدول المتقدمه للاسف ما تقدمت فقط ب، مش للاسف شمية، ما تقدمت فقط بالصناعه، ما تقدمت بس ب ب ب بفكره انها صارت صناعيه، لا، تقدمت بالادويه، تقدمت بالرعايه الصحيه، تقدمت بكل شيء، بكل 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 شيء. حتى تفكيرها تغير، حتى تفكير الامهات والاباء تغير، فهي فعليا تقدمت. انا لما باجي احكي انا تقدمت من خطوه لخطوه، مش حابه اتراجع لورا، كيف يعني تقدمت؟ غيرت تفكيري نحو شغله معينه، انا غيرت تفكيري نحو طريقه دراستي، فانا فعليا انا قاعد شو؟ انا بحاول اتقدم. كيف اتقدم؟ في، هل في عوامل بتدل اني تقدمت؟ هل في اشارات تدل اني اتقدمت؟ علامات المنيحه، صح؟ نفس الشيء بالديفلوبد كانتريز، كيف شيء بدل انه هاي ديفلوبد كانتري؟ انه في عندها ايجنج او ناس كبار كثير. كيف بدي اعرف انه هاي الدوله ديفلوبد دوله متقدمه فيها فياتها ايش؟ فياتها ايجنج جروب كثير، تمام؟ كيف بدي اعرف انها ديفلوبينج فياتها دول فياتها اطفال كثير؟ طب ليش هذا الشيء؟ انا بحكي لكم لانه مثل ما حكيت لكم حتى التفكير تطور، طريقه تفكيرهم تطورت. الديفلوبينج هم دول ناميه لسه ما تحضرت، لسه ما صار في عندهم تحضر، لسه ما صار في عندهم تحضر. شو يعني تحضر؟ زمان كنا بناخذ انه التحضر هو الانتقال من الريف الى المدينه. بحب احكي لكم انه نفس الشيء، انه التحضر بالتفكير امهاتنا زمان كانوا بجيبوا بدل واحد 15. ليه؟ لانهم بيعرفوا انه ما في رعايه صحيه، ومن ال 15 هذول يمكن ما يعيش غير 5 3، ما في رعايه صحيه، ما في، تمام؟ كيف يعني ما في رعايه صحيه؟ ما في تطعيمات، فاكسين، معظم الاطفال بيموتوا لانه في عندهم فيروس، في عندهم انفكشن، في عندهم عدوى، بكتيريا، فبموتوا. بالرغم انها بتحتص، يعني بتحب تحميه، بتغطي يعني على قد ما هو موجود عندها، لكن هيك كان تفكيرهم زمان، انه والله بجيب 15 20 بتجيب خمسه، مثل ما حكيت لكم الدكتوره بالمحاضره انه جدتها جابت 15 وعاشوا خمسه، مش عارف صراحه ذاك بالضبط، بس نفس الشيء. فالديفلوبينج والديفلوبت حتى التفكير بتطور والتفكير بتغير. التفكير بتطور نحو شو؟ نحو الويسترنز، يعني نحو الدول الغربيه والى اخره، تمام. فانا شو عندي؟ انا في عندي young population اللي هم this is developed country، اللي هم developing country. this is developed country تساوي developing country. رح ناخذ الى المصطلح الثالث اللي حكينا انه مهم جدا حتى افهم الهيلثي ترانزيشن، وبعد ما اخذه حنبلش دغري بالهيلثي ترانزيشن. سيك ريشو، انا اول شغله لما باجي بحكي عن الجنس السيك بحكي انه في عندي فيميل وميل. حابه احكي لكم نقطه هون قبل ما ابلش بالسيك ريشو، بدي اياكم تتذكروا انه انا شو في عندي. لما حكينا عن لايف اكسبكتنسي حكينا انه الفيميل عندها هاي لايف اكسبكتنسي ذان ميل، تمام؟ عندها هاي لايف اكسبكتنسي ذان ميل. بدي اياكم تتذكروها، جبت لكم اياها سؤال فنتذكرها منيح، انه الفيميل عندها هاي لايف اكسبكتنسي ذان ميل. ذا ريليتيف نمبر السكس كومبوزيشن او سكس ستراكشر كومبوزيشن هو عبارة عن relative number male and female in each age groups. يعني أنا لما باجي بحكي السكم، لما باجي بحكي لكم احسب السك composition، إذا علمت أنه عدد الميل تحت عمر ال 15 في الأردن 2 مليون، لا شو 2 مليون، خليها 2 مليون، أرقام وهمية أنا قاعد بحكي،
ورقم الفيميل في الأردن تحت ال 15، ركزوا، تحت ال 15 مليون ونص. أجد أو احسب لي كالكوليت السك كومبوزيشن، احسب لي السك كومبوزيشن. كيف بدك تحسبها؟ تحكي إنه السك ريشو هي عدد الميل وعدد على عدد الفيميل بنفس الفئة العمرية. يعني أنا حكيت لك قبل شوي شو؟ إنه عدد الميل 2 مليون وعدد الفيميل 1 مليون، تمام؟ في الاتش جروب حكيت لنا، حكينا انه اللي هم اقل من 15. سبيل السكريه شو بتيجي تحكي؟ 2 مليون على 1 مليون بيساوي 2. اذا طلعت، ركزوا باللي بدي احكيه هسه، اذا طلعت السكريشو اكبر من 1 فهذا بيعني انه نمبر الميل اعلى بهاي الفئة العمرية، نمبر الميل أعلى. يعني لو جبت لكم السيك ريشو تساوي، ركزوا بالحكي اللي بدي أحكي، السيك ريشو تساوي 1.5، إلى ماذا يشير ذلك؟ بدي أحط لكم خيارات، ومن بين هاي الخيارات نمبر أوف ذا ميل أكثر من الفيميل، تحطوا لي صح عندها. ليه؟ إنه السيك ريشو نمبر ميل على فيميل، كان إذا كان أكثر من 1 فهذا بيعني إنه نمبر الميل أعلى. طيب لو حطيت لكم ان السيك ريشو 75%، تمام، 75% زي هيك، فاصلة صفر، شو هذا بيعني؟ انه نمبر الفيميل اعلى من الميل، تمام تمام بهاي الفئة العمرية. هو ما بكون معطيني الفئة العمرية لانه كمان شوي رح احكي لكم، اذا عرفتوا الفئة العمرية رح تعرفوا القصة لحالكم. السيك ريشو نسبة الإناث affected by، تتأثر ب، affected by، تتأثر ب، 1. السيك ريشو at birth، السيك ريشو at birth شو يعني؟ بدي احكي لكم معلومة وخلوها دائما في أذانكم، إنه للأسف، لا مش للأسف، عادي يعني، هاي أمور طبيعية. هسا الميل يزعلوا، إنه عدد الميل ببلش بكبير، بعدها ببلش يتناقص. يتناقص يتناقص يتناقص، بنوصل لمرحلة تساوي بين عدد الميل وعدد الفيميل، بعدين ببلش عدد الفيميل أعلى من عدد الميل. عيد مرة تانية ونمسح الخرابيش هاي. هو في عند الولادة، هاي أنا قاعد بكتب هون at birth، عند الولادة، عند الولادة معدل، معدل at birth، عند الولادة عدد الميل أكثر من عدد الفيميل، وبضلوا لحد مرحلة عمرية معينة بتساوى فيها عدد الميل مع الفيميل، بعدين عدد الفيميل بصير أعلى من عدد الميل. ليش؟ ممكن كثير منكم يسأل ليش. أول شيء الميل بدخنه، الميل بتعرضه للحوادث أكثر من الفيميل، هاي واحد. اثنين، الميل لايف ستايل تبعهم مختلف جدا عن الفيميل، بتلاقيهم بتعرضوا للمصانع والحوادث والكوارث. فبحياتنا ما سمعنا إنه امرأة في مصر ماتت في مصنع بسبب الدخنة أو إشي مثل هيك، يعني بسبب الغبار أو ماتت تحت الحجار، تمام، بسبب طبيعة العمل. يعني أكثر إشي هو سبب طبيعة العمل للميل، تمام، أكثر من الفيميل. السيك ريشو at birth more number of the male born than male female، تمام. Bethering of the mortality، طريقة الوفاة بين السكس، يعني بين الأجناس. يكون بعلكم إنه صحيح الميل بيموتوا أكثر، بس نسبة الفيميل تعرض للأمراض أكثر، فالفيميل هي عرضة للأمراض أكثر من الميل.
لكن الميل بموت وعنده لايف اكسبكتنسي اقل من الفيميل. ديفرينيشن باترن اوف ذا مورتاليتي، مورتاليتي حكينا معناها ديث، ننساش الحكي هذا. فور ميل اند فيميل مور، حجيبوا سؤال، حيجي سؤال، هذا هي المحاضره مليانه بالاسئله. مور نمبر اوف ذا ديث امونج بين ذان فيميل. باترن اوف ذا ميجريشن، الهجرات. فور ميل اند فيميل اوف ذا بوبيوليشن، وغالبا الميل هم بيسافروا اكثر خاصه بالدول العربيه. طبيعيا بطبيعتنا نحن عدد الميل اللي بولدوا اكثر من الفيميل. من كل 105 ل 106 ميل تقريبا توصل تولد 100 ميل فيميل. يعني لو رحنا على المستشفى البشير سالناها كم عدد الولادات اليوم، هيحكوا لك ولدوا 3 بنات و5 6 اولاد. تمام. الميل higher mortality all egg after birth، عندهم احتمالية الولادة مثل ما حكينا قبل شوي بعد الولادة بعد البيرث، كل المراحل فوق البيرث عندهم mortality أعلى، عندهم معدل وفيات أعلى، وهذا الحكي مهم. during childhood male outnumber than female، نفس الحكي اللي حكينا. لكن مع التقدم بالعمر، مع التقدم بالعمر هذا الاختلاف بقل مثل ما حكيت. هايهم هم بالبيرث ولدت بناته، الأردن الكريم جاب نشامة ونشميات، نشامة أكثر من النشميات، بيظلوا ما حتى تقدم العمر، كل ما بتقدموا سنة صار عمرهم سنتين ثلاثة، نوصل لمرحلة معينة نلاحظ إن هون الميل لسه عددهم أكبر بس أقلت، ونوصل لمرحلة الميل والفيميل نفس العدد. At some point of adult in life span، ركزوا لي هون، حطوا لي نجمة، number of the male and female become equal، متساوي. Higher age، وصلنا لفوق شويها، صرنا 14 18 و15 و20 و28، number of the female بيصير اعلى large. حطيك حكيت لكم حطوا لي عند life span نجمه، بدي اياكم تطلعوا لي، ابحثوا لكم معلومه لكم، واحتمال الدكتوره تجيبها على اساس انا حكيتها بالمحاضره، هي ما حكيتها، انه الفرق بين life span واللايف اكسبكتنسي. تمام، طلعوا لي الفرق بين اللايف سبان واللايف اكسبكتنسي، فرق بسيط بس مهم. ايج اند سيك كومبوزيشن، حكينا بالبدايه انه في عندي ثلاث شغلات مهمه حتى افهم الهيلثي ترانزيشن، من اهمها الايج سيك كومبوزيشن، الايج والسيك كومبوزيشن، ايج كومبوزيشن والسيك كومبوزيشن. الايج قسم لي لثلاث جروبات صح، جروبين ثلاث، السك لاثنين، نقدر نجمعهم هذول مع بعض؟ اه نقدر نجمعهم. طب نحن شو بدنا نعرف عن هذا الحكي، شو بدنا نعرف عن ال شو بدنا نعرف من الايج كومبوزيشن ومع بعض الايج والسك كومبوزيشن مع بعض؟ سلايد واحد، شغلات بسيطه. ايج اند سك كومبوزيشن لهم امباكت اون هيلثي، تأثير على الصحة، تأثير على السوشيال، ايكونوميك، بوليتيكال بروكسيس، بوث ات بريزنت اند فيوتشر، في وقتنا الحالي وفي مستقبلنا. تمام. كامل هاي حفظت. فور اكزامبل different egg sac composition result in، اختلاف الايج كومبوزيشن. ممكن هسه تضيعوا شوي، شو يعني egg sac composition هيك مرتبطات مع بعض؟ الفكره قبل شوي انه حكينا انه في عندي ميل وفي ميل،
مش حكينا في عندي 3 جروبات مثل هيك؟ واحد أقل من 15، وهون 15 ل 49، وهون فوق 60. بس بسيطة الفكرة، إنه اعملوا لي قسموا لي اللي تحت 15 لا في ميل وفي ميل، احكوا لي في ميل تحت 15، ميل تحت 15. طيب تحت 15 ميل وفي ميل، مين حيكون أكتر؟ أكيد الميل، لأنه حكينا عند الطفولة تقريبا بكل الميل أكتر من الفيميل. المهم هذا الديفرنت ريزلت ان ينتج في واحد ان ذا بوبيولوشن ان ذا ورك فورس اور سكول، اكيد بيعطيني اختلاف هيهم الاطفال اللي بالمدرسه اللي هم اللي تحت، اختلاف الاكس كومبوزيشن بيعطيني اختلاف بال دائما نحن بنحس انه مدارس البنات فيها اكثر عدد من مدارس الاولاد، بس فعليا فعليا مدارس الاولاد فيها اكثر، الاولاد هم اكثر أولاد أكثر عدداً في مراحل الطفولة. different medical or healthy problem طبعاً يعني مدام حجاتنا بعيشن أكثر من حجائجنا، يعني جداتنا بعيشن أكثر من أجدادنا، فبالتالي بحاجة إلى healthy problem أو في عندهم healthy problem مختلفة، صح؟ مش حكينا أنه في تقدم العمر life expectancy للجدات أكثر من life expectancy لأجدادنا، تمام؟ as well as different in the medical need. فبالتالي بما انه في عندي different problem، في عندي different medical، في عندي different diagnosis، في عندي different medical need، احتياجات مختلفة، طبيعي احتياجات الميل بتختلف عن احتياجات الفيميل، فبالتالي different healthy service، عندي need مختلف فبالتالي عندي service مختلف، عندي تقديم رعاية مختلفة. تمام، نكتفي بهذا القدر لهذا اليوم، هو 8 سلايدات بس، يعني مش عارف ايش الوقت اللي هذا قضيته 8 سلايدات، عشان نبلش بالهيلثي ترانزيشن. هيك بنكون خلصنا البارت الاول من تشابتر رقم 3. بتمنى لكم كل التوفيق، بتمنى انه عن جد تكونوا فهمتوا هذا البارت الاول، هو اساس بارت 2، اساس بارت 3، اساس محاضره تشابتر 3 كله، يعني اساسه الكامل. بالتوفيق، صراحه ما بعرف متى انزل الفيديو، بس غالبا اليوم ان شاء الله، بس بدي اخذ بريك صغير لانه هذا مرة تانية أسجل المحاضرة، تمام؟ مرتين أسجل المحاضرة، إن شاء الله يكون عاملها ريكورد. صحيح، بالنهاية يا جماعة حابة أحكي لكم شغلة كثير مهمة، كثير منكم طلاب بيطلبوا عن الإيثكس، شرح الإيثكس. جماعة أي طالب منكم أنتوا طلاب دفعة وريد حاب يشرح بوليسي أو إيثكس بوليسي معي، يشرح بوليسي معي، أهلا وسهلا. وزميلتكم دنيا إن شاء الله هتشرح معي من اليوم وطالع، زميلتكم دنيا هتشرح معي من اليوم وطالع مادة البوليسي، يعني هنشرح بيكون بطريقة أفضل وبطريقة مقدمة أحسن إن شاء الله، بحيث أنتم تستوعبوا وأسلوب ديفرنت، يعني طريقة حلوة، تمام؟ أي طالب بيحب يشرح إيثيكس يحكي لي، عن جد أنا رح أساعده مثل ما عملنا مع دنيا، حكينا الدنيا شطورة ودائما بحب الطالب اللي عنده طموح، والطالب الرائع، الطالب اللي بيحب يساعد طلابه، مش جاست ياخذ معلومة وخلص، بيحب يساعد، هالطالب فعلا متميز. أي طالب عنده القدرة على شرح مادة الإيثكس لكن متخوف من بعض الشغلات، لكن عنده القدرة بيقدر يتواصل معي، عن جد رح أكون معه بأول محاضرة بشرحها، رح أكون جنبه أحكي له هذا اللي وهذا اللي لا، وكيف وليش وكيف الطريقة، تمام؟ بالنهاية بحب أحكي لكم إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هاي المحاضرة، بحب بكل محاضراتي أعطيكم علم أكتر بكتير منكم تاخدوا العلامة، وطبعا العلم بس ناخد العلامة بطريقة تلقائية، أوكي؟ يلا بالتوفيق.